يلا مشينا. مردي إن شاء الله. خليفة قوم أخذ أختك روح عند أمك. يلا 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 يبا يلا يلا روح عند أمك. هاتش مسكي هذه ورقتك. استانستي الحين؟ برد قلبك لما سويتي ويي؟ ليش انا بغيت الطلاق؟ لا ما بغيتي، بس خليتي الريال غصب يعوفك، عزم وسواها الحين. كل شيء نصيب. كل شيء نصيب؟ الريال يبي عيال، تقومين تحرمينه من العيال؟ ما تستحين على وجهك انتي؟ استغفر ربك يا اخوي. انا فيني عيال وعزيت عليه. الشيء هذا كله بيد رب العالمين. الله ما كتب أحمل وهيب لذرية. وهذا هو لبسك عباتك وردك لي هني البيت. تقعدين علة على قلبي حق الشقة والغثة تطلقتي حق سواد الوي بس عارفة تنزيل راس أخوك بالأرض. لو هي رد عليك ما سبقها. كل هذا من تحت رأس أمه وأخته. عقب 22 سنة أعرفوا شلون يفرقون بيننا. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. بس تبك بكشتي على طول. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. أقول أم داتش حسبي الله ونعم الوكيل فيك حق سواد الوي. ما عرفتي تكسبين الريال، ما عرفتي تكسبين هلا. هذا أنت لو مرة سنعة شان عرفتي تسوين كذي. بس حق سواد الوي فال حتى زير رأس أخوك بالأرض. حسبي الله ونعم الوكيل فيك من أخد. لا بارك الله فيك من أخد. ست الحسن والدلال للحين نايمة وأنا من الصبح قاعدة. دلال دلال بعد ما تسمع دلال قاعد اكلمك. يا الله ام خليفه خير؟ بغيتي شيء؟ يا حبيبتي تقومين تسوي لنا ريوق ان شاء الله. لا تطالعيني كذي لا يكون مو عاجبك. قاعده معانا ببيت واحد ماكلة شاربة بلاش، يعني حالك من حالنا، يعني لازم تشتغلين. إن شاء الله. وثاني شيء في ملابس مكودة يم الغسالة، أبيك تغسلينهم بعد. ما يصير خاطرك إلا طيب. دشاديش منصور أبيك تغسلينهم على إيدك، ما يحب غسيل الغسالة حبيبي بعد عمري ها؟ مع ملابس اللي حال، على إيدك ها؟ غسلة الإيد، غسل الغسالة ما يحبه. الطيشت والصابون داخل غسليهم مرة واحدة. إن شاء الله يا أم خليفة إن شاء الله. صح النوم حبيبتي. صح بدنك. يا الله صباح الله خير. يا الله صباح الله خير. قطيعة اطلع ويها الودر. هلا منو التحلطمين؟ منو هذه بعد؟ منو غيرها؟ دلول ويها الفقر. تخيل انا بس قلت لها تسوي لنا ريوق مدت بوزها على طول مو عاجبها. ليش شو مسوية؟ واكلها بيضتين وجبن وخبز. مسوية مندي؟ ايش تراني عنها؟ بس عاد انا قلت لها تغسل هدومك وهدوم اليهال عاد لازم تعاوني. شغل البيت وايد علي صراحة، لازم تحط ايدها بالبيت. وش قالت؟ معاجبها كني ثبتها. عندك اياها كتشيها شنو تقعد تاكل وتشرب وتمسح ايدها بالطوفه؟ خل تشتغل بالبيت مو قاعده ببلاش. هي
أفضى عليك، أنا أوريك فيها. شفت؟ شفت أختك تسوت من الملابس؟ قوم شوف، أنا قلت لها تغسلهم، شوف شو سوت. هذا من اللي سوى كذي؟ دلول؟ إيه دلول، عنادا عليك، تبي تحرق قلبك وتبي تقط البلوى علي أنا وتقول إن أنا سويت كذي بهدومك. إيه تبيني أتطلق وأصير حالي نفس حالها. إيه وتتشمت فيني بعدين. روح لها، روح أدبها يلا. الظاهر ما أعرف تتربى، أنا ربيها. دلول 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 وصمخ دلول. هذا شنو؟ هذا شنو دلول؟ هذا شنو؟ شو مسوية أنتي؟ شو مسوية؟ علب ودارك ما تستحين على وجهك. ليش تتلفين الدشادي كذي؟ يا أهل عندك أنا، يا أهل عندك تلعبيني كل هذا عشان تغثين مرتي هالمسكينة؟ أنا؟ لا عيل يدتي اللي مسوية كذي. علب ودارك ما تستحين. أنا الحين شلون ألبس الدشادي هذولا؟ شلون ألبسهم قولي لي؟ الله ريحة عجيبة. خلصت المرقة؟ جربة تتخلص. إنزين إيش رأيك أنا أكمل الباقي أساعدك؟ كان زين والله. أنا حتى ما صليت، أذن الظهر وما صليت. خلاص روحي روحي أنتي صلي. شكرا. عجيبة. نعم رقتكم شكلها طيبه اليوم. خلنا ريحتها واصله لي عندي خنينه. ما شاء الله طبخ اختك حلو، نفسها حلو بالاكل تدري فيها. بالعافيه حبيبي. اصلك مرك؟ تحط لي دياي ولا حط لي دياي. انت تحب الفخذ من صغرك. اي الفخذ. بس صبي صبي مرك، صبي مرك. يلا صبي. عيوني. كثري اقول لك خنينه حطت لي شوي. بس كذي حاضر. حطي له بطاطا بطاطا. بس بس. وهذا البطاطا. يلا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شيك يمه، شيك حبيبي يمه، ام اولادي بسم الله. اشرب يمه. احني شارب ايش حاطين فيه انتم؟ بحر بحر مو برق هذه. مالح؟ مالح اقول لك بحر، حطه في خيشه ملح. حسبي الله عليك، تدرين اخوك في الضغط، ليش تسوين فيه كذي؟ ليش؟ انا ما كثرت الملح، حطيت شويه. وتذبين بعد؟ تبين تذبحينه؟ شو مسوي لك؟ اوه حسبي الله عليك من مره، حسبي الله عليك من مره. هاك حبيبي اشرب بعد. ماني شارب، خلي لكم، خلوا غداكم لكم. حبيبي انت على لحم بطك من الصب. اكلوا انتم، مالت عليكم وعلى غداكم. لا اله الا الله. زين ارتحتي؟ تبي تذبحينه صح؟ مالت عليك وعلى غداك. اكلي. حبيبي منصور قلبي.